لكن كارل هانز رومانيجا لما اتكلم عن الكابتن محمود الخطيب وكأنه بيعمل مقاربة ما بين طبيعة قيادة النادي المصري على رأسه اسطورة كروية كبيرة وما بين ثقافة البايرن اللي اعتاد ايضا النادي الالماني العريق انه يدير ويرأسه اساطير كرة القدم. بعد المباراة وبعد ما رجعنا الفندق كلمات الكابتن الخطيب للعيبة الحقيقة يعني شفنا اللقطة الاولى وهو بيقول للجمهور شجعوا دول حيوا دول ساندوا دول خليكم مع دول، واللقطة الاخيرة الكابتن الخطيب مع اللعيبة وهو بيكرمهم وكأنه بيلعب معاهم ضربة البداية للعشرة يا أهلي، نشوفها. الحمد لله، والنهاردة كده أتمنى أن أنتم كلكم تجتمعوا كده في الصلاة إن شاء الله وتشكروا يعني ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى، وأن ربنا كرمكم لإسعاد جمهوركم ولإسعاد ناديكم، كرمكم أن كنتوا بقيتوا يعني بقى ليكم إنجاز تاريخي. زي ما قلت لكم امبارح ان انا اتمنى وانا شايف ان انتوا تستحقوا امبارح ولا اول امبارح اول امبارح باين تستحقوا ان يعني رقبتكم دي تتعلق فيها ميدالية. الحمد لله رب العالمين ان انتوا فعلا تستحقوا كده. انتوا افضل مجموعه موجوده، بكرر تاني الكلام ده، افضل مجموعه موجوده في القاره الافريقيه وفي وفي مصر. بس مش مهم بس الكوره بس، لا، المهم الإخلاص في العمل، والمهم إن حاسس بمشاعر جماهيرك، حاسس بمسؤوليتك تجاه ناديك. طالما أنتوا حاسين كده والانضباط اللي أنا شايفه، أنا عشان كده بشكركم جدا على انضباطكم الفترة اللي فاتت دي كلها، ربنا بيكرمكم. هي الكورة في لعيب كورة كتير كويسين، لكن كمان اللي ربنا مطلع على القلوب، مطلع على إخلاص كل واحد، عشان كده ربنا بيكرمكم. الحمد لله رب العالمين. بطولات سابقة مهمة جدا، مركز تاريخي بتعيدوا تاريخ للنادي الأهلي من تقريبا من 15 سنة تقريبا، تاريخ للنادي الأهلي. نحن نحقق برضو المركز الثالث. طبعا نتمنى وده أملكم إن احنا إن شاء الله يبقى في مركز أحسن من كده. عشان يبقى في مركز احسن من كده يبقى احنا نتمنى وندعو ان احنا كلنا مع بعض باذن الله نيجي هنا تاني تلعبوا في البطوله دي تاني. عندنا بدايه بطوله افريقيا ان شاء الله بعد 3-4 ايام. الف مبروك يا رجاله، وان شاء الله ربنا يعني زي ما قلت لكم تشكروا الله وتسجدوا له شكرا يعني لان احنا اكرمكم كرم كبير الحمد لله. طيب عشان نبقى فاهمين يعني تأثير هذا التواجد المسؤول، تعالى ناخد أبرز الكلمات اللي اتقالت. أنا استوقفني لما قال لهم أنا قعدت معاكم مش عارف امبارح ولا أول امبارح وقلت لكم رقبتكم تستحق أن يعلق عليها ميدالية. مفيش جملة أحسن من كده ممكن تتقال لأي واحد رقبتك دي عايزة ميدالية والموضوع عندك أنت. انت اللي هتعلق الميداليه وانت اللي هتفرط فيها. خلاص علقت الميداليه، لا تعالوا بقى نشوف كيف نستمر في النجاح. مش كفايه انك تبقى لعيب ماهر او لعيب يعني بتفهم انك بتعمل اللي عليك، لا، الاخلاص يا جماعه هو مفتاح اي نجاح في كل حاجه، في كل حاجه، في العلم، في الطب، في الادب، في كل حاجه، في الرياضه، حتى بينك وبين ربنا، الإخلاص، إنك تبقى خالص النية.